السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد ملا. موضوع اليوم يا جماعة الخير موضوع مهم جد، موضوع تشعتر بين أيادينا. خلاص الموضوع صار موتر، الموضوع صار فيه شوية لخبط. في واحد من الشباب دوب استوعب إنه والله EA ما كانت قاعد تقول أي حاجة، فرمى لكم حجر عن إنه اللعبة راح تتأجل. بوف، الناس كلها صارت تتكلم عن ذا الموضوع، أجانب عرب الكل صار يتكلم اللعبة تتأجل مدري ايش. في ناس موافقة في ناس ما هي موافقة. خلينا الناس الموافقة هم اللي فاهمين الهرج، انه كل ما تأجلت اللعبة كل ما كان افضل لانها حتطلع بالشكل الافضل. خلينا نروح للناس اللي خايفة واللي صارت مو بس تشكك في التأجيل، لا صارت خايفة من نفس اللعبة نفسها. قبل بداية المقطع الله يسعدكم، لا تنسى انك تشترك بالقناة الله يسعدك، وتتحمل اصوات العصافير اللي موجودين عندي برا. معليش انا اتحملهم شويتين، المقطع هذا ما اقدر اتسكتهم. واذا حاب تتواصل معايا حساباتي جميعها موجوده برابط واحد تحت في الوصف، وهي بخليكم على المقطع. طيب قبل ما نبدا اي شيء حاب اضرب لك مثال. انت الان كطالب جامعي او طالب ثانوي وعندك بروجكت او واجب حاب تسلمه للدكتور، الدكتور حدد لك مده معينه، انت خلصت البروجكت بس برضو عارف انه فيه له اخطاء، انت في الحاله دي ايش حتسوي؟ حتستنى مثلا معجزه يجيك تحل لك هذا، ولا حتستنى سحر مثلا يعني يضبط لك لا لا لا، انت هتحتاج وقت. تمام، حتروح للدكتور، دكتور لو سمحت انا احتاج وقت، اعطيني وقت عشان اقدر اضبط لك الشغل حقك اللي انت تبغاه، لانه هو الدكتور هو اللي حيقيم. هذا نفس الوضع معانا في باتل فيلد، احنا الدكاتره اللي حنشوف اللعبه، وحقين باتل فيلد هم اللي حيتعبوا عشاننا. سكوتهم يدل على حاجتين، يا على الرضا يا على انه في عندهم مشاكل. انا ما عندي اي مشكله، انا ما لعبت اللعبه، شوفوا انا اهم شيء عندي يعني اني ما اعيش المشاكل هذه. كل المشاكل هذه حقتكم اللي بينكم خلوها لكم في بيت اهلكم، انا ما امي دخل. لكن انا لعبتي لما ادفع عليها فلوس وتيجي تجيب لي لعبه فيها مشاكل وما ادري، فهذا شيء مره غلط. فاذا تبي تاجل عشان تحسن مشاكلك، حسن مشاكلك عزيزي الاستوديو وجيب لي لعبه مظبوطه. فانت عزيزي المشاهد يوم تيجي تخاف من لعبه زي باتل فيلد عشان تيجي تقول لي انه والله الله يستر من اللعبه ذي، اللعبه تكون فيها مشاكل وا وا وا، شوف انت استعجلت بحكمك مره كثير. ترى باتل فيلد بدات قبل كود في التسويق بشكل مره محترم وشكل مره قوي. باتل فيلد ما كبت العشاء كله بوف مع البيتا وخلتنا اربع شهور متحمسين وخلاص خلاص نبقى، لا هم حبه حبه ماشيين. حطونا اعلان قاعدوا شهرين، اعطونا اعلان ثاني قاعدوا شهرين، هكذا هكذا لين ما تنزل اللعبه. فانت لا تستعجل لما تشوفهم ساكتين الان. معرض جيمز كوم مؤكد انه حيكون فيه له شركه EA. الامل الوحيد للناس المحبطين انهم يشوفوا اعلان للبيتا. تمام، اذا ما شفتوا اعلان للبيتا يا جماعه الخير اتمنى انكم ما تزعلوا، لانه الوضع لو كان في تاجيل ترى الشركه حتتكلم من بدري، ما حتقعد تفكر طب نقول لهم ولا لا لا لا، حيقولوا والله يا جماعة الخير حتتأجل اللعبة، انتهى الموضوع، أجلوا ما يعني خذ وقتكم في اللعبة عادي، أهم شيء إنه نبى لعبة ممتازة، ما نبى لعبة فيها مشاكل زي باتل فيلد في. أغلبكم صار يقارن بين تسويق كود فانجارد وتسويق باتل فيلد، يا جماعة الخير كود فانجارد ترى تسويقها أبو كلب، ترى لعبتهم كلها أبو كلب، يعني ما فيها إنه ما فيها أمل، ما فيها أمل إنها تنجح، لأنه تسويقهم عبارة عن بوتات يشوفوا اليوتيوب، واللي ما هم صدقني يروح يشوف عدد اللايكات وعدد الديسلايكات وعدد التعليقات مقارنة بال 18 مليون اللي معلقة من 5 ايام. 18 مليون مشاهد في كود فانجارد علقت، ما عاد صارت تتعدى ال 18 مليون. ليه ما صارت تتعدى 18 مليون؟ ايش فيه؟ لا يعني اوكي انتم مشترين بوتات لكن خلصت فلوسكم يعني ولا؟ في شهرين باتل فيلد جابت 18 مليون واللايكات والديسلايكات والتعليقات كلها متكافئة مع عدد المشاهدات، لكن انتم في يوم وليله طقيتوا 18 مليون والان خامس يوم ومدري سادس يوم وما انتوا قادرين تعدوها. تسويق، ترى انا قاعد اطقطق يوم اسوي كذا يا عيال، ترى تسويقهم زبال زبال، واضح انهم مشترين بوتات. ترى عيب على شركه زي اكتيفيجن انهم عندها جمهور يا رجال. مشاهدات كود الجديده فانجارد عدت مشاهدات كولد وور اللي هي من سنه، عدت مشاهدات كولد وور هي من سنه يا رجال، ورب الايمان حتى كولد وور يمكن جابت 400 الف لايك بس، وهذا جابت 140 ألف قدام ال 18 مليون. يا رجل التعليقات سلبية، انتوا تبوا تكذبوا على الناس انه في عندكم حماس وكذا في اللعبة، لا يا عم ترى تسويقكم زبال. فانت لما تيجي تقارن تسويق كود بتسويق باتل فيلد فانت غلطان، ترى تسويق باتل فيلد ماشي صح، لا تقعد تسوق امها عليه، ترى ماشي صح. اتحداك لو انت كنت زعلان في اي لحظة من اللحظات، اوكي ممكن زعلت في بلاي تيست، شرحت عن الموضوع هذا في مقطع اللي راح، اللي ما شافه يروح يشوفه.
ممكن زعلت عن البلاي تيست، لكن كل شيء ثاني قصة إعلانات أخبار كله تمام، كله بيرفكت، كله ماشي صح. الآن لحظة صمت. أنا عارف إنه إي إيه ساكتة، عارف إنه دايس ساكتة، ما في أحد منهم قاعد يتكلم للآن، لكن هذا مو معناته إنك تكره في اللعبة، مو معناته إنك تخاف. ترى على الفكرة لو متى نخاف؟ نخاف لما نلعب اللعبة ونشوف في مشاكل. أيوة أنا وقت هناك أخاف أقول يع إيش في، يعني شغالين 5 سنين على اللعبة وما أنتوا قادرين تصلح المشاكل التافهة هذه. فأغلب الشعب، أغلب المجتمع ماشي ورا كلام الناس. واحد قال إنه والله هذه هي المشكلة، أنا خايف من كذا، الناس كلها حتكون عندها نفس المخاوف لأنه ما يفكر. من الآخر هذا مو معناته إنه شيء سلبي، لا، هذا شيء من حقك تسويه لأنه أنت تبغى، أنت الإنسان طبيعته يا عيال إنه يبغى يتعلم، يبغى الشغل دي يجي زبط خلاص. عارف الدين هي على طبق من فضة بتلفيد، لا بتلفيد ما هي زي كذا. فأنتم تفكروا اللعبة ممكن، ترى أنا ما ألومك، ما ألومك إنك تفكر اللعبة ممكن تكون فاشلة، ممكن زي بتلفيد في مرة، ما ألومك. لكن أنا ألومك على إنك مستعجل، ألومك على إنك ما تفكر إنه ترى ممكن إي إيه ماشية صح. ترى إي إيه فاهم جمهورها أكثر من اللعبة الثانية، ترى فهمتكم وقسم بالله، ترى فهمتكم أكثر من أنتوا فاهمينهم. فلما أنت تخاف من شيء زي كذا، أنا أقول لك لا تخاف عزيزي المشاهد، لا تخاف ولا تدقق في أصوات العصافير لأنه عارف إنها مزعجتك. فأنا أقول لك لا تخاف، اطمن، وبإذن الله اللعبة راح تكون بالشكل اللي أنت متخيله والشكل اللي أنت تحبه، تمام؟ وبس والله يا جماعة الخير، وصلنا لهذا المقطع. ما كان المقطع كان عن يعني الأمور هذه البسيطة اللي حاب أتكلم عنها، إنه شركة إي إيه ما هي لعابة، شركة إي إيه ماشية صح، لو في شيء صار في اللعبة حيقولوا لنا على طول. فركزوا على فكرة اللعبة إن شاء الله ما راح تتأجل، أنا مستحيل أشوف إنها راح تتأجل لأنه في ناس مرة كثير مستنينها. وبس يا جماعة الخير، صنع هذا المقطع، أتمنى المقطع عجبكم، يكون قصير لطيف عليكم، أتمنى أنك تشترك بالقناة وما تنزعج من صوت العصافير. فيا شوفكم على خير، فمان الله.